أنا دكتورة فيروز سمير عبد الباقي، أستاذ مساعد في كلية فنون جميلة جامعة حلوان. أنا بعمل الكوليكشن دوت من استلهام من الطبيعة أكتر، وعنوانه العناصر الخمسة، وهم مستوحى من عناصر الكون: الأرض والماء والنار والهواء. اللوحات فيه متقسمين كذا مجموعة. المجموعة الأولانية مستوحاة من البحر، وعلاقة البحر بالرمل، بالموج، بالبقايا وآثار البحر على الشاطئ، يعني الاستلهام كله ينبع من تكوينات البحر. النار هنا هي في أسلوب الشغل، يعني أنا بشتغل انكوستيك. الانكوستيك ده طريقة مصرية قديمة، وهي قايمة على إن شمع العسل كلها خامات طبيعية، شمع العسل وبودرة الألوان اللي كانوا القدماء بيستخدموها، وبيتخلط باليتة من الشمع والألوان مع مواد تانية طبيعية برضو، بحيث انه يدي قابلية للتشكيل، تقدري ترسمي بيه. فكده كأن العناصر الخمسة للكون، الأربعة للكون موجودين في مجموعة لوحات. العنصر الخامس هو عنصر النبات. فبعض اللوحات مثلا مستوحاة من بحيرة الفيوم، وعلاقة الهيج بالمية، بالسماء، بألوان البحيرة. جانت واصف زي ما احنا عارفين في الحرانية، في مدرسة رمسيس واصف للشغل المنسوجات، ولما كنت بزورهم كتير يعني بلاقي ان الفلاحات البسطاء قادرين يعملوا لوحات في منتهى الجمال، من الغزل وازاي يعملوا السجاجيد، وكل لوحة مختلفة، وكل لوحة عالم مختلف. وحسيت ان الموديل بتاعي هو 3D مش 2D زي المنسوجات، ان هو جوه التكوين ده، ان هو بقى جزء من العالم المفقود اللي هو الجنة اللي احنا بندور عليها. حاليا مبسوطة لان بقى في ناس كتير مهتمة بالفن، وبيحبوا انهم يقتنوا لوحات، وان هم يتروحوا معارض، وبدأ الدنيا تبقى فيها شوية اهتمام بالفن التشكيلي. ودي حاجة مفرحة جدا، لان احنا كان في فترة من الوقت اللي فات بقى كماليات، ما بقاش مهم، لان طبعا الحياة ضغوطاتها بتخلي الناس ما تفكرش في الفن كأنه مهم وكأنه أساسي في الحياة.